بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد صباحكم ومساكم من مطبخ دريم، ويسعد صباح الساده المشاهدين كلياتهم، ويسعد مساكم. صباح الخير يا مصر. طبعا اليوم اشتقت لكم مثل كل اسبوع، يعني هو الفتره شوي طويله من الاربعاء للاربعاء لحتى اشوف ونقعد نصور وشوفونا، وان شاء الله نسمعكم ونتابعكم وتتابعونا. اليوم انا اخترت طبق من الاطباق اللي هي اطباق مميزه، اطباق حلوه، اطباق مدلله، اللي هي يعني طبقنا هو كفته بالخضار، يلي هو زي البستان مثل ما بنقول، مثل البستان حامض وحلو ولفان، يعني بتلاقي بقلبه خضروات على لحمه على شغلات حلوه، شغلات مدلله، شغلات مرتبه. وقدمنا معه كمان اليوم نحن طبق، كمان هو طبق الرز الاساسي، او معه طبق الرز، رز البسمتي مثل ما تعودنا. طبعا شهر رمضان نحن اخذنا كثير دروس عنه، واخذنا كثير شغلات عن الرز البسمتي، شلون بيتطبق وشلون بيصير، لذلك رح نكون نحن شوي مختصرين بعض الشغلات لحتى يطلع معنا طبقنا اللي هو الطبق اليوم الحلو المرتب بالوانه وبشكله. ومثل ما قلت لكم طبقنا اليوم بستان، يعني من بستان حلو حامض ولفان. طيب هالطبق هذا طبعا طبق من اطباق بلاد الشام اللي هي من سوريا، الله يحمي سوريا واهل سوريا، وهو من تركيا كمان، هو تركي الاصل طبعا وسوري بنفس الوقت كمان. طيب اليوم مثل ما انا شايفين انا مجهز شوي شغلات هيك على هيك مشان نقعد نشرحها. طبعا اول شيء رح ناخذ المقادير مع الاستاذ محمد. استاذ محمد الحبيب لو سمحت تعطيني المقادير، انا بشكرك يا حبيب قلبي. طيب في معنا اليوم كفته بالخضروات، ونص كيلو جرام لحمه كفته، عندنا 2 حبه طماطم، عندنا 2 حبه كوسه، عندنا 2 حبه باذنجان العروسه، عندنا 2 حبه بصل حلقات، عندنا 2 حبه بطاطس، 2 مكعبات الحمد لله اليوم معتمدين على رقم 2 كثير الحمد لله، ان شاء الله الله يعطينا بالحظ فيه، 1 معلقه صغيره بهارات مشكله، وحده او رشه فلفل اسمر، ملح حسب الطلب. حناخذ الرز كمان المرافق للطبق اللي هو الرز الابيض، في عندنا 2 كوب رز بسمتي، 3 كوب ماء، 2 مكعب مرق الدجاج، عندنا طبعا 3 كوب ماء او عفوا ربع كوب زيت نباتي، معلقه كبيره زبده، وفي عندنا كمان معلقه كبيره زبده طيب ماشي، كوب زيت نباتي او ربع كوب زيت نباتي تماما. يا سيدي الكريم هذا هي مقاديرنا، مقاديرنا سهله بسيطه، طبق فينا نشتغله بالبيت بكل سهوله بكل رواء، مثل ما اتفقنا ومثل ما تعودنا دائما انه اطباقنا تكون اطباق ما هي صعبه، اطباق نقعد نشتغلها بالمطبخ على السريع. اليوم حنشتغل على السريع بما انه شوي الوقت معنا ضيق. انا حطيت الحله قدامي، حطيت الميات وحطيت الزيت والزبده، انا دائما برافق الزيت مع الزبده مع الرز، الزيت مشان يفلفل الرز، الزبده مشان يعطيه تيست عالي، مشان يعطيه نكهه عاليه، ومعه مرقه الدجاج. طبعا انا جبت الرزات اللي هو الرز البسمتي، الرز البسمتي انا صولته وغسلته وسحبت نشوياته وظبطته على الجاهز، بس صفى ننزله احنا بمياتنا. هلا بننزله احنا مثل ما احنا متعودين، مثل ما اتفقنا برمضان نشتغل رزنا احنا على الشكل الهرمي، مثل ما اتفقنا وحكينا عن الرز، الرز بننزله بشكل هرمي مشان ليش؟ بس ياخذ راس الماء راس الهرم بيكون عيار الرز صح، بيكون عيار الرز صحيح ومظبوط. لذلك نزلنا رزاتنا نحن مثل ما انا شايفين بالطريقه هي، نحن بالطريقه او بالحاله اذا اخذنا كمان نقصنا شويه مي بس، تمشوا؟ لانه نحن ما عم نعير، نحن عم نحط لكم العيارات على العيارات بالكوبايه، بس نحن ما عم نعير، نحن عم نحط افتراضي، هيك صار تمام، صار عيار الرز مظبوط. بالحاله هي نحن بنحركه حركه بسيطه بسيطه، بنحركه حركه بسيطه تماما بالشكل هذا، وبنيجي هلا بنعطيه درجه حراره صح، نرفع درجه الحراره لحتى تغلي المي ويتقلب وتنشف الرز ويتهدى. بالحال اللي احنا طبقنا الرز مثل ما اتفقنا وعودناكم وحكينا بشهر رمضان وما بعد شهر رمضان، الرز كل كوبايتين الرز بسمتي كبار هن بيعادلوا 3 كوبايات مي، 2 مرقه دجاج، معلقه زبده، وزيت، زيت ذره او زيت نباتي. طيب اوكي رزنا هلا عم يشتغل هلا او بما يقلب ويشتغل. انا باللحظه هي رحت حمصت البصل، حطيت البصل مثل ما انا شايفين بالطريقه هي، قليته بزيت فقط لا غير، يعني حطيت الزيت وقليته مع شويه ملح، وعندنا بالطرف الثاني هون كمان بالجنب الثاني في عندنا مرقه الدجاج، انا حاطط مرقه الدجاج مشان السوب او مشان المرق الطبخه اللي عنا اياها. قدامنا مثل ما حكينا مثل ما اتفقنا ممكن شفنا الكاميرا، في عندنا الكوسه قطعناها حلقات، الكوسه قطعناها حلقات، في عندنا الباذنجان برضه حلقات، عندنا الطماطم حلقات، عندنا البطاطس حلقات، الوان حلوه، الوان مرتبه، وبنعرف شو فوائد الكوسه والباذنجان والبطاطس والطماطم، الشغلات الحلوه. طيب هلا باللحظه احنا هي بالوقت هذا احنا اول شغله بنبلش فيها هي اللحمه اللي اتفقنا عليها، هي نص كيلو كفته لحمه، لحمه كفته اللي احنا اخذناها فرناها ناعمه مثل ما احنا شايفين، بنحطها مباشره
بالصحن او بالسلطانيه او بالزبديه بنحطها بالطريقه هي. بنستعمل اول شغله الملح، بنحط ملحاتنا. نحن حكينا الملح حسب الطلب، الملح شلون بنحب بنحط. في عنا فلفل اسمر، في عنا فلفل اسمر حطينا، وعنا البهارات السبعه، البهارات المشكله حطيناها كمان بالطريقه هي. وبنيجي نحن مثل ما احنا شايفين نعجن لحمتنا، نعجنها صح. نحن مثل ما حكينا بالسابق رزاتنا عم يشتغلوا على النار، بصلاتنا عم يتقلبوا لياخذوا درجه الدبلان او يدبلوا تماما. مشان نبلش بتطبيق طبقنا، طبق غير مكلف، طبق بسيط. طبعا كم اللحم انتم حرين فيه، يعني اللحم انتم شو بتحبوا، نص كيلو، كيلو، وقيه، يعني 200 جرام يعني قصدي انا، يلي بيحب شلون بتحبوا. هذا الموضوع حر واختيار، يعني شلون بتحبوا انتم ما في مشكله عليه. في شغله بدي اشرح لكم اياها، في عندكم احد الخيارات الاثنين، في عندكم خيار اول واللي هو الخيار الاول واللي هو بتحبوا تجيبوهم بتقطعوا الخضره كلياتها مثل ما هي، مثل ما احنا شايفين احنا بالطريقه هي، نقطعها ومنحطها بالصينيه، منحطها بالصينيه تماما، منطبقها تطبيقها مثل ما حنطبقها هلا كمان شوي. هي نقطه. وفي طريقه ثانيه اللي انا اتبعتها اللي هي الخضره السوتيه. يعني شو سويت انا؟ انا رحت سلقت الكوسه، سلقت الكوسه وسلقت البطاطس، سلقت الكوسه وسلقت البطاطس. الكوسه والبطاطس انا سلقتهم مشان كمان شوي بدي اعمل لهم بس هيك تحميسه صغيره، او بدي اقلبهم بالمقلايه او بالطاسه بشويه زبده، بدي اقلبهم شويه زبده. الزبده حتعطي تيست للطبق، رح تصفى الخضار طعمتها كثير طيبه. مثل ما احنا شايفين صارت عندنا اللحمه بالشكل هاي، لحمتنا الكفته بعد ما احنا حركناها، قلبناها، عجناها، زبطناها. طيب مثل ما احنا شايفين هي لحمتنا. هلا نحن بالحاله هي بدنا نعملها اقراص. بناخذ طبعا اللحمه مثل ما احنا شايفين بالطريقه هي، بس بنكورها، بنكور اللحمه. بعد ما نكور اللحمه بالطريقه هي بنعملها مثل البسكويت، يعني بنعملها او نضغطها شوي بتصير يعني شكلها مثل شكل القراص. القراص بتصير نحن مثل ما احنا شايفين بالطريقه هي، مثل ما احنا شايفين بصلاتنا صاروا جاهزين تقريبا، احمروا، اخذوا لونهم الصح. مثل ما احنا شايفين بالطريقه هي نحن بناخذ، انا حبيت اليوم قدمه طبخ طبق سريع وبسيط خلال ثلث ساعه ل 25 دقيقه. ناخذ طبق مميز على الصفره نحطه، يطلع طبق ولا احلى من هيك. مثل ما احنا شايفين مجرد ما كورنا لحماتنا بنصفى، بدنا نطبق طبقنا ونحطه بالفرن، وعباره عن 5 دقائق. ليش؟ لو كان انا مالي سالق، مالي عامل الخضره وسالقها، كان ممكن يعني نقول الطبق بده 30 دقيقه بالفرن، 30 دقيقه بالفرن. ها في نقطه صغيره بدي اقول لكم اياها كمان للساده المشاهدين، موضوع البصل. البصل في ناس بحطوه ني، انا ما بحب البصل المسلوق مع الطبخه، انا حبيت حمصه بالزبده او بالزيت ونعطيه تيست اطيب، بيطلع اطيب كثير. وبكل الاحوال بالشوربه رح ينزل فوقه حيعطيه طعم ولا احلى من هيك. طيب مثل ما احنا شايفين خلصنا تقريبا، ها نحن عم نكور اللحمه بطريقه حلوه وظريفه. طيب على فكره مو شرط الحجم، يعني مثلا ناخذ القطعه صغيره كثير او كذا، لا انا عم بعطيها معبايه لقطعه اللحمه، قطعة اللحمة الصح. مثل ما احنا شايفين بصلنا صار جاهز. نحن ممكن مثل ما اتفقنا ومثل ما حكينا نجي مشان موضوع الكوسة اللي احنا اتفقنا عليه، نعطيه لدعة زبدة هيك صغيرة حلوة مدللة، بتطلع ولا أطيب من هيك. طيب نعلي النار شوي صغيرة، شوية زبدة، الزبدة بتعطي تيست للكوسة، بتعطي تيست للكوسة صح. مثل ما احنا شايفين بنقلبها تماما هيك، مرقتنا جاهزة، رزنا مثل ما احنا شايفين الرز بلش يقلب ويغلي الرز ويفور، بس عم نستنى حتى تنشف ميته شوي صغيرة مشان نرفعه ونهديه. طيب نحن هيك بنخليه وبنشوفه بالطريقة هي. طيب مثل ما احنا شايفين عم نخلي الغطا شوي جنبنا. نحن هلا أول شيء الكوسة عنا مثل ما اتفقنا، بننزل الكوسة بنعطيها تحويسة صغيرة للكوسة، الكوسه حتطلع طعمها كثير طيب بالزبده، حتعطي طعمه كثير طيب. انا خلي الطبق بجنبي مشان بدي ارجع الكوسايات، الكوسايات مثل ما احنا شايفين شبه مستويين تماما. طيب
بما تصير الوضعية هي بما هيك تاخذ شوي صغير مشان نستغل من الوقت، نحن قطعة اللحم اللي جبناها بس ضغطة صغيرة بنضغطها هالضغطة هي، صار عندنا على شكل قرص بالطريقة هي، بنضغطها هالضغطة هي صارت هيك، نحن هيك عندنا لحمتنا صارت للتطبيق جاهزة. مثل ما احنا شايفين الكوسة عم تاخذ الزبدة، عم تاخذ تست الزبدة، والرز طبعا خان تماما. نقفل الرز شوي صغيرة مشان احنا الوقت ينشف بسرعة وياخذ طريقته الصح. طيب نحن مثل ما احنا شايفين عملناها الكفتة مثل كفتة ازمير، ما بعرف احنا عملناها بشهر رمضان كفتة ازمير، عملناها بعتقد كفتة ازمير، عملناها بعشر رمضان كفتة ازمير، كنا بالطريقة هي عم نشتغلها مثل ما احنا شايفين بالطريقة الحلوة هي عملناها. طيب هلا هيك احنا صارت لحمتنا للتطبيق مثل ما احنا شايفين بالطريقة الحلوة الظريفة. الكوسايات احنا ما بدنا نجور عليه هون، يعني ما بدنا نتقل عليهم زياده، بدنا اياهم ياخذوا تست تبع الزبده فقط لا غير. انا بدي اياها مثل ما احنا شايفين هيك بس تست بسيط، انا بدي اخذ الطعم، انا ما بدي اكثر من طعمه الزبده وبس، انا ما بدي اخذ شغله ثانيه. طيب نحن هلا حنشيلهم على طبقنا الثاني وبنيجي بعدها شو بنساوي؟ بنيجي بننزل الباذنجان. نحن بنفس الطبق خضرتنا كلها مع بعضها ما في اي مشكله، انا اسف، بنفس الطاسه او بنفس المقلايه، اللي حنقول مقلايه بالسوري للطاسه. طيب نفس المقلايه بنحط بالطريقه هي، وبنجيب باذنجاناتنا كمان نعمل لهم تيست بسيط بالزبده كمان. انا بدي اعمل طعمه ولا احلى من هيك، لانه سبحان الله الزبده لها تيست معين، لها تيست حلو مرتب. مثل ما احنا شايفين ناخذها بنحوسها شوي صغيره هيك، نرفع شوي، ايوه ناخذ الزبده شوي صغيره. طيب بين ما تطلع زبدتنا الباذنجانات مع الزبده، بين ما تطلع نحن حناخذ طبق البيركس، عندنا طبقنا البيركس ليكم موجود قدامنا تماما، بين ما الباذنجانات ياخذوا، وبناخذ البصلات. انا اتفقت انا وياكم لازم نحوسه البصل نعمله شوية تقلية صغيرة حلوة، ما بدي احطه ني انا بسفل طبقي، حطيناهم بالطريقة هاي. هلا بنوزعهم مثل ما انا شايفين، ممكن بالطريقة هاي الطريقة الحلوة الظريفة. جينا وزعناهم، وزعنا البصلات بالطريقة هاي، صار عندي هلا هيك البصلاتي بسفل الصحن، الباذنجانات عندي اخدوا، الباذنجان مثل السفنج بيمتص الزبدة بسرعة، بيمتص الزبدة وبياخدها بطريقتها الصح شوي صغيرة. طيب مثل ما احنا شايفين اخذنا كمان شوي، بننزل باذنجاناتنا، بنرجع الباذنجان، باذنجان العروسة، يا سلام على الكلام المصري وحلاوة الكلام المصري. مثل ما شفنا الباذنجان العروسة بنجيبه بنحطه بعد ما حوسناه وخلينا الزبدة تاخذ الباذنجان ياخذ الزبدة ياخذها بطريقة حلوة مرتبة انا اسف، بنجي منطبق تطبيقتنا ومنيجي منبلش نطبق الكفته ونطبق طبقنا مشان نحطه بالفرن مشان وقته. نحن مثل ما احنا شايفين في عنا البطاطس، انا البطاطس اخذتها سلقه بسيطه، انا بس ما بدي انزل بالزبده البطاطس، هلا تاخذ تيست تبعها وتتابع معها. طبعا انا سلقتها نص سلقه البطاطس، ممكن ناخذ قطعه بطاطس بالطريقه هي، وقطعه كوسه، قطعه باذنجان، شقفه لحمه، كفته، طماطم، رد نرجع مرة ثانية كمان بالطريقة هي، ممكن هيك إذا حبينا، وممكن يعني طبعا إذا بتحبوا طبعا ممكن تكون مطبقة، بسوريا بسموها مطبقة أو بسموها، في ناس بسميها سبع دول، في ناس بسميها سبع دول. طيب بالطريقة هي نحن مثل ما احنا شايفين بنحط بنشرب شلون ما بدنا، عم نشتغل قاعدين بالطريقة هي، بنحطها تماما، ممكن نختم مثلا بحبة باذنجان شغال ماشي. طيب مثل ما احنا شايفين بالطريقة هي، مثل ما شفنا بالطريقة هي كمان، والله هذا موضوع اختياري، نحن بنحب بنحط قطعتين لحمة، بنحب نحط ثلاثة بالطبق السيخ اللي بعده أو بالتطبيق اللي بعده بنحط قطعتين لحمة، باللي بعده قطعة، بنشكل الألوان مشان نلعب موضوع الألوان بين يمين وشمال، ونعرف شلون نطبق تطبيقتنا بالطريقة هي.
بنحطها طبعا وحده بوحده، شايف رياضه يعني، الواحد بالله عم يروح ويجي لحتى يطلع الطبق، يطلع الطبق صح. ومعنا اتصال. الله يسعد صباحك ومساك يا ست مجدة. يسعد صباحك يا ست الكل، الله يسعد لي صباحك ومساكي. الو الو، فصل التليفون. طيب انا بدي اعتذر منك والله يا ست مجدة، معلش انا اسف انا اسف انا اسف، وبعتذر من حضرتك. عودوا الاتصال، انا بانتظار حضرتك يا ست مجدة. تماما مثل ما انا شايفين بالطريقه هي، عم نشكل عم نحط انه طبقنا بستان فيه حامض وحلو ولفان. طيب نحن هون رزنا بلش، شو يصير فيه؟ بدنا نهديه الرز، بدنا نهديه، ناخذ له تهدية شوي صغيرة. تماما انا عندي الله يرحم ايام زمان عنا، نرفعه شوي صغيرة خليه يتهدى بما يطلع طبقنا. طيب بقى بنعتذر منك يا ست مجدة، ونحن بانتظارك مثل ما حكينا ومثل ما اتفقنا. طيب ناخذ قطعة لحمة كمان هون، لأنه يعني الأستاذ المخرج أكتر لنا اللحمات مشان نتغدى بعد الحلقة. طيب وبناخذ هلا من الطرف الثاني كمان، لا هيك لا يا ما هو يا أستاذ الكريم يا أستاذ محمد، حنكتر اللحمات إن شاء الله، ومرة ثانية حنخلي اللحمات أكثر من هيك بكثير وأحلى من هيك بكثير إن شاء الله. مثل ما أنا شايفين عم نطبق، عم نحط التشكيلة تبعنا الحلوة الظريفة مثل ما أنا شايفينها. والله لعبنا رياضة، وين بيني وبينكم ضعت بين ما عم روح وبجي، ها هيك شايفين شغلة ولا أحلى من هيك. طيب قطعة لحمة ماشي بالطريقة هاي الحلوة. طبعا في شغلة صغيرة كان زمان هيك بسنة 2002 كنت بالعراق، الله هيك إلهي كمان ينتهي الحرف فيها إن شاء الله وترجع العراق بخير وسلامة وترجع جميع الدول العربية والأمة الإسلامية. كنا نعمل لحمة بالصينية العراقية، اللحمة بالصينية العراقية رائعة والله العظيم يا جماعة، أكلة ولا أحلى من هيك، اللي هي عبارة عن بيتنجان ولحمة، لحمة مفرومة، بس بحطوا البيتنجان صفر الصينية اللي هو الرومي، وبحطوا اللحمة فوقه بتتبيلته الحلوة بحطوه، شغلة خيال، كنا شغلة ولا أحلى من هيك. مثل ما أنا شايفين مرد، بنرجع مرة تانية على نفس التطبيقة هاي، بنحطها كوسة بيتنجان. طيب معنا السيدة مجدة، والله انبسطت برجعتك يا ست الكل، يسعد صباحك ومساك يا ست مجدة. ألو ألو ألو، أيوه أيوه شيف، إزيك يا ست الكل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ والله مبسوط بسماع صوتك يا ست مجدة. ربنا يخليك، منور مصر. ربي يوفقك، مصر منورة بأهلها الطيبين الطيبين الطيبين، والله ما عم جامل والله. الله يكرمك يا شيف، والنبي سؤال صغير يا شيف بعدين. امريني يا ست الكل، انا معاكي، انا انت الكوسه اللي عند حضرتك دي هي القرع؟ الكوسه؟ اه هي القرع. لا شوفي شغله ثانيه، لا لا الكوسه شيء والقرع شغله ثانيه. القرع نحن عندنا بسوريا بنسميه الكوز، الكوز اللي هو بيشبه البتنجان، اللي هو بنسميه حضرتك؟ بنسميه كوز، هو بيشبه البتنجان بس طويل شوي، اسمه الكوز. آه. الكوز هو آه. القرع. أيوه. تماما يا ست الكل معايا انت، بس طعمته أيوه خيال، طعمته هايلي ولا اطيب منك، اطيب من الكوسه كمان بصراحه. يعني خلينا هو مش قريب حضرتك من القرع من الكوسه دي؟ يا عيوني قريب، هلا قريب منه قريب منه. بس ليكي طب انا شو بتحبي تحطي التشكيله فيه بالسيرة اذا انت في مصر يا شيخ؟ امريني دي مش موجوده في مصر القرع عندي يا ست الكل. انت انا ليش قاعد؟ انا قاعد لخدمتك، لخدمة السادة المشاهدين، وصيني على الهواء كمان وتحت الهواء، عيوني إليك بجيب لك اياهم وخديهم، موجودة عندنا بالبكتوبر في كوز، في موجود يا ست مجدة. أنت بتأمريني أمر للأسف كمان قطع الاتصال، والله عم بزعل عم قطع الاتصال، برضه برد بقول لك على الهواء مباشرة أنا بالخدمة السادة المشاهدين، أنت أمريني وقولي لي أنا بدي قرع أو كوز أو كواز، نحن بنسميه كواز أو كواز، انا بدي وبكتوبر موجود متوفر عندنا بمحلات خضار السوريه موجود عندنا. انا ما عم بعمل دعايه لحدا يا جماعه مشان ما حدا يفهمني غلط هلا ها ايوه، لذلك عم لكم احنا بصراحه موجود عندنا، نحن موجود عندنا ايمتى ما بتحبوا، موجود بكتوبر بمحلات بيعين الخضار السوريين، موجود القرع او نحن بنسميه اليقطين، اليقطين موجود عندنا، اليقطين الابيض، اليقطين الابيض موجود عندنا، وموجود عندنا اللي هو الكوز اللي هو بيشبه البيتنجان، اللي بيشبه هو
عفوا انا اسف، بيشبه الكوسه. ماشي، بيشبه الكوسه تماما. هيك طبقنا مثل ما انا شايفين. خلينا نشيل بقى هالعفشيكه، نشيل الامور كلياتها مثل ما انا شايفين تماما، مثل ما انا شايفين بالطريقه هي. لحنا صار طبقنا منزل جاهز هيك بالطريقه هي. هلا رح نحط الصوص اللي هو مرق الدجاج. مرق الدجاج حنحطها بالطريقه هي، شايفين هيك بالطريقه حطينا مرق الدجاج بعد ما عملنا اللي هو كفته بالخضار بالشكل هذا تماما. لحنا هلا رح ندخلها على الفرن 5 دقائق بس لتستوي اللحمه. اما كل مكوناتنا كلياتها مستويه وتبناها بالزبده وعملناها بطريقه رائعه الجمال. بين ما يطلع وبين ما يزبط الموضوع هذا نطمن على رزاتنا. رزاتنا استووا، رزاتنا طلعوا، رزاتنا استووا تماما بالطريقه هي. بس شوي صغيره، انا بدي اعطيها شوي صغيره مثل ما انا شايفين، بس بدها تنشيف مو اكثر من هيك. ممكن تشوفها الكاميرا اذا بتحبوا. صارت ها شايفين شلون بلش تفلفل الرز، بلش يطلع الرز ولا احلى من هيك. سكر ممكن. طيب ماشي، بس مشان لحق يستوي. طيب انا بعتذر منك مره ثانيه يا ست مجدة، ومثل ما اتفقنا اذا حبيتي باكتوبر موجود، وبرضه كمان بنفس الوقت انا بقول لك انا بخدمتك، انت وصي تحت الهواء، وبتلاقيهم مثلا عندنا هم موجودين بالتلفزيون او باي مكان. لحنا تحت امرك. طيب وانا بالشكر اتصال السيده مجدة. طيب تماما، مثل ما شفنا لحمتنا صارت جاهزه. رزاتنا هو عباره عن دقيقتين تماما بيطلعوا الرزات عنا، ومنجهز طبقنا لنسكب الرز. نجهز طبقنا لنسكب الرز. هلا الرز رح يطلع، طبعا وقتنا شوي ضيق مثل ما اتفقنا، عم نعمل اكلات سريعه، اكلات بسيطه، اكلات مرتبه. رزاتنا عم ينشفوا طبعا، وعم نشوف نحن طبقنا اللي هو الطبق الرئيسي تبعنا كمان على وشك. ها كمان على وشك دقيقه بس بيطلع جاهز مجهز تماما. الطبق اللي عملناه اليوم واشتغلناه اليوم وقعدنا هيك نتباحث فيه، انا بصراحه فكرت فيه بكذا يوم. يعني شوفوا، من اللحمه للكوسه للبطاطس للبتنجان للطماطم مثل ما قلت لكم بستان، كل الخضروات موجوده فيه، حتى اللحمه موجوده فيه. بتلاقي الطبق مميز، وبياخذ معك مثل ما اتفقنا 25 دقيقه لنص ساعه بالكثير 30 دقيقه، بتلاقي طبقك جاهز ولا احلى من هيك. مثل ما انا شايفين، او مثل ما اتفقنا، او مثل ما حكينا، الرز صار جاهز مثل ما احنا شايفين بالطريقه هي. هلا ممكن احنا نسكب الرز، ممكن احنا نسكب الرز بالطريقه هي، نسكب الرز بالطريقه الحلوه هي تماما. ها ونشيل الحله بقى، حلتنا خليها على جنب، نشيل غطانا. تماما هيك. لحنا في عنا كم حبة فلفل هيك مشان طبق الرز تبعنا، نحطها بالطريقة هي تماما. وعنا طبقنا الرئيسي كمان صار تقريبا كمان جاهز. مثل ما قلت لكم الطبق حلو على فكرة، كمان طبقنا بكرة كمان كتير حلو. طبق بكرة كمان إن شاء الله هو أحلى من طبق اليوم. طبقنا بكرة إن شاء الله هو أحلى من طبق اليوم. مثل ما أنا شايفين هو عبارة عن دقيقة وبس بتكون الأمور جاهزة 100%. طيب حكينا بكثير شغلات. لحنا في شغلة بدي لكم إياها. في حدا راسلني أو حكى معي، طبعا حدا راسلني أو حكى معي تماما سألني الأسبوع اللي فات عن موضوع الرقاق، وطبعا وراسلوني وحكوا معي بالموضوع هذا. طبعا احنا اتفقنا، ومثل ما اتفقنا طبعا ان شاء الله كل شيء عم بوعدكم فيه عم نبذه. راح اعمل الرقاق بطريقه حلوه وطريقه كثير مرتبه وطريقه حلوه هيك ان شاء الله بالايام القادمه. راح اعملها بطريقتي طبعا، طريقه خاصه وطريقه بالشيف عبد الناصر. راح اعمل لكم اياها، راح تتفرجوا عليها. طبعا هي حتكون غير الطريقه المصريه او الطريقه الظريفه الحلوه اللي اكلناها هون بمصر، حتكون بطريقه كثير مدلله وطريقه كثير حلوه. راح اقدم لكم اياها ان شاء الله تماما. وطبعا حيكون مكوناتها حلوه ومكوناتها مرتبه. كمان في عندي شغله ثانيه كمان بدي اقولها على السريع، بما انه وقتي ضيق طبعا، والاستاذ المخرج عم يحكي معي عم يقول لي وقتنا ضيق كثير، بس معلش انا بدي استاذن الاستاذ محمد شوي صغيره. طبعا في حدا سالني على موضوع
موضوع الطرشي او الطرشي السوري. طبعا في حدا نازل ما بعرف لمحلات سوري وشايف الطرشي عنا تحت، طبعا شايف انواع، شايف انواع وموديلات وشغلات غريبه عجيبه من اللي احنا بنقوله جينيريك اللي هو مثل ما بعرف شو بدي اشبه لكم. قال لي طبعا قال لي شو هذا، قلت له الجينيريك هو الجينيريك شغلي عنا اياها اللي هي قبل ما تصير خوخ بتكون جينيريك، احنا بنقول له قبل ما يصير خوخ تماما. والباذنجان، الباذنجان عندنا كمان بيختلف شوي صغيره عن هون. حتى الخيار، الخيار بنعمله بطريقه، طبعا في عندكم طريقه انتم بتعملوها الباذنجان او 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 طبعا دقته هون طرش الباذنجان او مخلل الباذنجان جميل جدا. لا احنا بنعمله بطريقه ثانيه. كمان رح يجي يوم من الايام حنخلي كل حلقه احنا نشرح شغله صغيره عن الشغلات اللي عم تسالونا عليها. تماما تماما. لذلك هلا احنا مثل ما انا شايفين هلا بدنا نطلع الطبق قدامنا، معلش طلع الطبق لنشوفه. طبقنا الطبق عنا هيك تقريبا مثل ما انا شايفين. ليكو هو كمان بده خمس دقايق بس احنا ما معنا خمس دقايق بصراحة 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 ما معنا خمس دقايق بالتصوير. طبعا بدنا نطلع برات الهواء، لذلك احنا هناخده احنا بالطريقة هي. لسه كمان بده كمان خمس دقايق بس هو مستوي 100% مثل ما انا شايفين، بس انا بحب انه يكون مسوى شوي زيادة كمان. بس هذا هو طبقنا اليوم. طيب هلا بالنهاية انا طبعا يعني عم ناخذ صورة صغيرة للطبق بالطريقة هي. طيب ماشي، لحنا هلا بالنهاية انا راح اشكركم، راح اشكر السادة المشاهدين وراح اشكر السادة المصورين اللي تعبانين معنا ودائما معنا. طبعا في 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 سلام، سلام خاص كمان من السادة المصورين، وفي سلام الشيف مازن اللي كان معي بشهر رمضان كمان معنا، كمان يضل معنا فترة بشهر رمضان كان بيسلم عليكم كلياتكم. انا بشكر متابعتكم، انا بشكر السادة المشاهدين جميعا، بشكر الاستاذ المخرج الاستاذ عبد اللطيف والاستاذ محمد، وان شاء الله بكره معكم من مطبخ دريم الشيف عبد الناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.